اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. كواليس تصوير الحلقة 79 من مسلسل طائر الرفراف، حيث كان يوجد تصوير لأفراسراج أوغلو في القصر ليلا، وهذا الفيديو أمامكم. وما حدث هو أن سايران ركضت نحو التاكسي مرتدية شبشبها ووصلت إلى القصر المجاور للمياه. كانت تجلس على الرصيف أمام القصر بجانب المياه وتبكي، ثم أخذها حارس الأمن إلى الداخل وأبلغ فريد بما حصل. وتصوير أفراسراج أوغلو على الرصيف المقابل للقصر استمر لمدة، بعدها عادت للقصر لاستكمال تصوير مشاهدها مع مارت رمضان ديمير الذي كان متواجد أيضا، وكانت لها الكثير من المشاهد التي كانت تبكي فيها. هذه كانت آخر الكواليس. شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. إلى اللقاء.